واجبات الصلاة، جميع التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ركن، وقول سبحان ربي العظيم قلنا هذا اللفظ لابد أن يقال في الركوع مرة واحدة، وسمع الله لمن حمد للإمام المنفرد، ربنا ولك الحمد للجميع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة، ورب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له، ثمانية الواجبات، والبقية سنن. إيش بقي؟